طبعا محاضرتنا هي راح تكون عبارة عن جزئين، الجزء الأول هو يكون عبارة عن فيديو واللي هو يعني يبين لي كيفية عمل المولد التيار المتناوب اللي بناء طبعا على محاضرتنا اللي هي بناء على محاضرتنا اللي هي الاي سي جنريتر مولد التيار المتناوب، راح نشوفها من خلال فيديو وبعد ذلك ننتقل الى هاي المحاضره. اذا الجزء الاول هو عباره عن فيديو اللي هو نقصد بمولد التيار المتناوب. اخذنا سابقا انه عندنا اني يعني هذا الملف، وهذا الملف اذا دخل الى هذا الملف يعني الى التجويف دي يعني دائما درها تجويف ملف كهربائي او سلك ملفوف، فانها في هذا التجويف اذا ادخل المغناطيس واخرجه راح يحدث تغير بخطوط المجال المغناطيسي. هذا التغير راح يسوي لي قوه دافعه كهربائيه محدثه، اي ام اف يعني فولتيه محدثه يعني تيار محدث، يعني ينخلق تيار ينخلق فولتيه في اسلاك هذا الملف يقرا هذا الي كلوفونومتر او مقياس تيار المتناوب من الاتم، تولد قوه دافعه كهربائيه عندما يتغير الفيض المغناطيسي الناشئ من حركة المغناطيس الدائم عن على الملف الكهربائي، تتدفق بذلك الشحنة الكهربائية أو الدفق اللي هو نسميه شنو بالتيار المحدث أو الفولتية المحدثة أو القوة الدافعة الكهربائية المحدثة. إذا نكمل، إذا أريد نكمل على الفيديو هذا اللي هو لو تلاحظ أنه هذا ملف يتحرك داخل مغناطيس دائم ويقرأ التيار الكهربائي من خلال الكلفانومتر. مبدا عمل التيار المتناوب من خلال انه هذا حسب قانون فاراداي وقانون قانون لينز اللي يقول تتولد يعني قوه دافعه كهربائيه محدثه من خلال حركه المغناطيس الدائم في ملف، بالتالي تتشوه خطوط المجال المغناطيسي من حركه هذا المغناطيس الدائم فيتولد لي قوه دافعه كهربائيه محدثه نتيجه لحركه هذا المغناطيس داخل هذا الملف، بالتالي يولد لي قوة دافع مغناطيسية فولتية محدثة تيار محدث، يعني استجد يعني صار نشأ تيار وفولتية نشأت نتيجة لحركة هذا المغناطيس داخل هذا الملف يعني الملف اللي هو مربوط إلى كلفونومتر أو جهاز مقياس التيار. تمام. إذا ما هي يعني أجزاء المولد التيار المتناوب؟ لو تلاحظ ركزوا وياي، أجزاء مولد التيار المتناوب يتكون من الملف أسلاك مستطيل اللي هي تكون بشكل مستطيل، هذا يتكون من A B C D وهذه تجويفات. طبعا لو تلاحظ ركز لي بالأي بي سي دي، هاي انتبه راح نركز عليهم، هذا خلي بالك يمي. أيضا عندي هنا أنا يعني هذا الملف لو تلاحظه انه يتكون من هذا الحركه اللي هي لو اسستمك اياها، السلك عباره عن واير واحد، احنا ناخذ واير واحد ونقيس عليه، والباقيات يعني اكو وايرات اسلاك اخرى وياه، بس احنا نشتغل على سلك واحد. فاذا قلنا انه هذا عندي سلكاني، هذا السلك واير وهذا الواير عباره عن مربوط الى هاي ال مربوط الى ذني الاسلاك الخارجيه اللي وصل بالدائره الخارجيه، فانه اذا راح بالتالي يصير عندي ملف كهربائي يقطع لي خطوط الفيض المغناطيسي. تمام. اذا اردنا نكمل بموضوعنا واللي هو يقول انه يعني اللي يقول انه انا عندي هذا طبعا محور الدوران اللي هو الشيفت او نسميه الراوتر الشيفت عفوا الشيفت اللي هو من خلاله اني اقدر افر هذا الملف بداخل خطوط المجال المغناطيسي فيقطع خطوط المجال المغناطيسي يولد لي قوه دافعه كهربائيه محدثه، يعني ينشا لي يخلق لي فولتيه وتيار، شو اسميهن؟ لان خلقا سميتهن تيار محدث وفولتيه محدثه. فيتحرك بهذه الطريقه لو تلاحظ يتحرك بهذا الاسلوب، وبالتالي لما يتحرك بهذا الاسلوب اذا راح عن طريق هذا يحلق هذا الانزلاق. وايضا يقول هنا انا عندي مال المجال المغناطيسي اللي يتحرك خلاله الملف، وها حلقتان معدنيتان اللي هم سليب رينج 1 وسليب رينج 2، وهاي اللي هم فرشتا الكربونيتان اللي هم بي 1 وبي 2، من خلال هاي النقل التيار الكهربائي اللي صنع من خلال او اللي انشئ من خلال دوران هذا الملف داخل المجال المغناطيسي عن طريق هذا الاسلاك الى جهاز او الحمل او جهاز مقياس التيار. ايضا اذا يعني كملنا بآلية عمل مولد التيار المتردد،
لو تلاحظ انه احنا بس اكو معلومة مهمة، عندما يتحرك انه يتولد مجال مغناطيسي، مجال يتولد قوة دافعة كهربائية محتاطة في الملف، عندما يتحرك هذا الملف في خطوط المجال المغناطيسي. طبعا احنا كل نصف دورة للملف يولد لي كل نصف دورة للملف يولد لي يعني كل نصف دورة للملف فإن التيار يتغير باتجاهها، كل نصف دورة للملف التيار يتغير باتجاهها. ركز وياي هنا شوية. زين، إذا وسط المجال المغناطيسي تغير الفيض المغناطيسي مع بسبب أنه هذا السلك وهذا الملف ده يقطع خطوط المجال المغناطيسي، فتتغير هذا التغير يولد لي تيار كهربائي أو قوة دافعة كهربائية ملتفت. نقدر نقيسه تروح الحمل أو نقدر نقيسه من خلال مقياس جهاز تيار. زين، إذا ينشأ تيار متردد أو تيار متناوب أو أي سي كرنت، تيار متناوب ينتقل عبر حلقتين، ينتقل عبر الحلقتين المن إلى الفرشتا الكربون ذني، لأن هاي فحمة يسموها هاي فحمة فرشتا الكربون، وبعد ذلك يعني يدي هذا الجهاز المقاس يقيس التيار الكهربائي اللي لو لاحظ يروح هيجي ويجي هيجي، لأنه التيار يتغير، ساعة منا يجي يمشي هيجي والساعة تيار منا يجي يمشي هيجي، يعني ساعة تيار ينتقل بالاخضر ويمشي يعبر على الاحمر، وبعدين ساعه يجي من الاحمر يعبر على الاخضر. اذا وبالتالي هو التيار يعني اصطلاحي الى اتجاه واحد. التيار الاصطلاحي الى اتجاه واحد. ناو لو تركز وياي اي بي سي دي، ركز وياي اي بي سي دي، ذن التيار ذن الاتجاهات، ركز وياي. هذا الملف هو عمودي على خطوط المجال المغناطيسي، من يكون الملف عمودي على خطوط المجال المغناطيسي. بس ركز وياي، شوف اذا اني اخذت فد عمود، اذا اخذت اني بس ركز وياي، اذا هذا من انا هذا سهم اخذته يعني عمود، يعني هذا يعني العمود المقام اسميه اني، يعني اسميه العمود المقام على الملف، هذا بالرصاص اسميه العمود المقام على اليمين على الملف. هذا العمود المقام على الملف لو لاحظه هو موازي المن لخطوط المجال المغناطيسي، الزاوية ما بين هذا العمود المقام على الملف العمودي طبعا على خطوط المجال المغناطيسي وما بين خطوط المجال المغناطيسي زاوية صفر، مو لأن متوازيين. فركز وياي وانتبه، هذا الزاوية صفر، فبحيث أني إذا أرد أقول لك مثلا هنا، إذا أرد أقول لك أني ركز شوف شلون، إذا صفر فساين الثيتا شنو ساين الصفر؟ صفر. فاذا اي ام اف معناه ما عندي قوه دافعه كهربائيه محتفه، صفر. بس راح اشوفه من خلال الرسم البياني. زين، فاذا لا واذا 90 هسه راح نعرف شلون 90. ركز وياي هنا هسه، هذا هنا أنا العمود اللي اقمته على هذا الملف اللي يفتر داخل خطوط المجال المغناطيسي، هذا هو موازي لخطوط المجال المغناطيسي، ولكن الملف بحد ذاته هو عمودي على خطوط المجال المغناطيسي، عمودي على خطوط المجال المغناطيسي الملف، ولكن العمود المقام على الملف هو موازي لخطوط المجال المغناطيسي. فالزاوية اللي احطها بهذا القانون، هاي الزاوية هي الثيتا، هاي الثيتا هي الصفر، هي اللي تكون صفر، لان ماكو زاوية بين خطوط المجال المغناطيسي والعمود المقام على الملف. فانتبه، هاي زاوية مال العمود المقام ما بين خطوط المجال المغناطيسي والعمود المقام على الملف. اما الملف هو بحد ذاته هو عمودي، انتبه وميز، هو عمودي على خطوط المجال المغناطيسي. تمام، كمل. اذا هنا لو نلاحظ، خلي امسحها حتى ما صعدنا، يعني هوسه امسح هاي. زين، اذا هنا نكملها هاي. لو تلاحظ اي بي سي دي، لاحظت شلون اي بي سي دي؟ كمل شوف، هذا احفظ لي اياهن، الاي والبي هنا، الاي والبي باتجاههم هنا راح يصيرون دول، الاي والبي لو تلاحظ راح ينزلون لجوا، يصيرون اي بي جوا والدي سي يصعدون لفوق، يعني هذا اللي اقصد به، كل نصف دوره للملف فان التيار يتغير اتجاهه، كل نصف دوره للملف فان التيار يتغير اتجاهه. فاذا هذا الاي بي انتقل نزل لجوا، هسه راح اشوف شلون، معناها مش التيار بهذا الاتجاه السلك الاخضر. واذا بعد اخذ دوره كامله، هسه راح نشوفها، لو تلاحظ الاي بي سي راح يبدي يتحرك، شوف شلون بدا الاي بي سي يتحرك، مش اي بي
راح ينزل دورة نصف دورة نصف دورة نصف دورة، وتلاحظ راح يبدي ياخذها نصف دورة، هاي نصف دورة كاملة وقف، هاي شقد نصف دورة، هاي تيار راح يتحرك، التيار راح يتحرك تيار من البي 1 الى البي 2 اللي شفناها قبل شوية، هسه شوفون شلون، يعني تيار راح يتحرك تجاهها بالسلك الاخضر، من السلك الاخضر يروح للاحمر وهكذا. هسه راح نزل نصف الدورة الثانية، راح يبدي من دي سي، راح ينزل وين؟ مكان الاي بي، دي سي دي سي راح ينزل مكان الاي بي، لاحظ شلون؟ يبدي اتجاه مجال المغناطيسي طبعا الـ 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 الاصبع السبابه باتجاه المجال المغناطيسي، الخنصر او الاصبع اللي بالوسط راح يمثل اتجاه التيار، والقوه مالتنا هي الابهام اتجاه قوه المحرك، اتجاه القوه المحركه للملف، قوه المحركه للملف اللي انت من تثبيتك تثبيتك مثل ما شفنا من الساعه المحور اللي تحرك به الملف فرة زين، اذا فريناه يعني باليد ايضا هذا يعتبر اتجاه اخر، اذا يعني افترضنا ان السلك بالاتجاه الاخر ممكن ان يكون بنفس الاسلوب. لاحظ الاي والبي والملف عمودي على خطوط المجال المغناطيسي، بالتالي اذا راح يكون عندنا بهذا عمودي على خطوط المجال المغناطيسي، اذا الاي والبي راح ياخذ له نصف دوره ورا نصف الدوره الثانيه يتغير اتجاه التيار، تلاحظ اي بي الى ان يكمل نصف الدوره كامله، شوف التيار يتحرك مين؟ من البي 1 الى البي 2 يستمر بالحركه، شوف تلاحظ شلون خلال الحركه هاي كمل نصف دوره، هاي تلاحظ كمل نصف دوره، هاي الاي بي وين صار جوا؟ دي سي راح يصير جوا مكانه، هاي نصف الدوره الثانيه، يعني كل نصف دوره للملف فين التيار يتغير اتجاه، هذا نصف الدوره الثانيه شوف التيار شلون راح يبدي من وين بيجي؟ من الاحمر للاخضر، تيار تلاحظ التيار يبدي طبعا اتجاه مثل ما قلنا السبابه تدل على اتجاه المجال المغناطيسي، واتجاه التيار يكون باتجاه الاصبع بالوسط، اما القوه تكون قوه المحرك، قوه المحرك الملف تكون الى الاعلى، يعني اتجاه الحركه يختلف بس. هنا ايضا نفس الشيء مثل ما اذا افترضنا انه اتجاه الحركه بهذا الاسلوب. فايضا لو تلاحظ هذا راح يختار الاي بي، يعني رجعنا اي بي مو كان جوا راح يجي مكان الدي سي، من يجي مكان الدي سي طبعا كل نصف دوره الملف تيار يتغير اتجاهه، بدا تيار من الاحمر يبدي يتغير اتجاه التيار الى الاخضر، بهذا كملنا احنا يعني دوره كامله، وهذا اللي نقصد به انه التيار الاي سي. الاي سي هاي الحركه معناها شنو؟ معناها انا عندي يعني هذا خلي ابدل اللون، هاي الحركه معناها انا عندي هاي الحركه معناها انا عندي ال انا عندي هذا اكس وهذا واي، وهاي الموجه مالتي تتغير من فعند الاي بي ما كان عمودي فهي صفر، هسه راح نشوفها ان شاء الله بالرسم. ففي بالاتجاه الاول كان موجه اتجاهها اللي فوق، بالنصف الدوره الثانيه كان اتجاه الموجه من الاسفل من يعني من الصفر الى الاسفل وهكذا، هذا اللي اقصد به اتجاه الدوره تغير اتجاه التيار، فهو اي سي لان عندنا اي سي فيكون بهذه الطريقه اتجاه التيار الكهربائي. زين نكمل ايضا شلون يمكن ان نمثل قوه الدافع الكهربائيه المستحثه بيانيا، بس ركز وياي شوف قوه الدافع الكهربائيه المستحثه بيانيا اذا ما في تحرك بهذا الاتجاه لو تلاحظ راح تولع التيار قلنا محتث الاي والبي هاي والدي والسي هاي، ركز عدة زمن صفر ات يساوي صفر، ركز وياي تايم يساوي صفر باوع ات يساوي صفر يعني تي يساوي صفر سكند، وهاي خطوط المجال المغناطيسي، وهذا الملف مالتنا اللي هو يكون عمودي على خطوط المجال المغناطيسي، ولما يكون ملف عمودي على خطوط المجال المغناطيسي قلنا العمود المقام اللي انا سأرسلت لكم على هذا الملف يكون موازي العمود المقام على موازي خطوط المجال المغناطيسي، بالتالي قلنا الزاوية اللي هي ما دام موازي يعني زاوية صفر ساين ثيتا صفر، فإذا ساين صفر صفر في هاي الكمية صفر، فإذا امعف صفر، ولهذا فإن القوة الدافع الكهربائية هي تكون عادة ولهذا فإن يعني
هو الدفع الكهربائي يعني يعني اللي تم يعني صارت يعني مستحثه، بالتالي راح تكون بهذا الشكل. لو تلاحظ الاي والبي والدي والسي ذني، والملف هو عمودي على خطوط المجال المغناطيسي، والعمود المقام هو موازي لخطوط المجال المغناطيسي اللي هي قلنا اذا موازي فان زاويه صفر فساين ثيتا صفر، ساين ثيتا ساين صفر صفر، ففي كميه صفائيه اف صفر، ولهذا فان القوه الدافعه الكهربائيه هنا جيت راح تكون صفر، ولهذا فان التيار صفر الفولتيه صفر، لان القوه الدافعه الكهربائيه بهاي الحاله بهذا المنظر شبيهه تكون قوه الدافعه الكهربائيه صفر. اذا القوة الدافعة الكهربائية بهذا المنظر وبهذا الهيئة، العمودي الملف عمودي على خطوط المجال المغناطيسي، والعمود المقام على الملف، قلنا هذا إذا جر عمود مقام على الملف عمودي على الملف، فإن إذا جر عمود أو جر خط عمود على الملف فإن موازي لخطوط المجال المغناطيسي، إحنا ناخذ الزاوية ما بين عمود المقام على الملف وما بين خطوط المجال المغناطيسي اللي قلنا هاي الزاوية عليها اللي هاي، هاي آخذها شنو هي؟ آخذها يعني الزاوية اللي ما بين العمود المقام على الملف وما بين خطوط المجال المغناطيسي، فما انه زاوية صفر فإذا ساين ثيتا صفر صفر في كمية صفر، فإذا يم اف صفر، ولهذا فإن القوة الدافعة الكهربائية بهاي الحالة صفر، بالتالي فإن الفولتية صفر والتيار صفر مثل ما راح نشوفها هسه بالرسم، أما إذا كان مو عمود هسه راح نشوفه إذا كان عمود. ركز وياي هسه هذا الملف وهذا يشتغل عندني راح يشتغل عندي، ركز وياي هنا بهاي الحالة قلنا ماكو تغير بخطوط بخطوط المجال المغناطيسي، ليش؟ ماكو تغير بخطوط المجال المغناطيسي على الملف، لأنه خطوط المجال المغناطيسي هي عمودية على الملف، والعمود المقام على الملف اللي قلنا عليه، العمود المقام على الملف اللي قلنا عليه هذا، العمود المقام على الملف اللي قلنا عليه هذا، يعني خليه يجي عدل لان جاي يسرع وجاي اشوفه عدل حتى توضح الفكره اكثر. هذا شبيه هذا العمود المقام على موازي المن لخطوط المجال المغناطيسي، لما هو موازي لخطوط المجال المغناطيسي اذا زاويه بيناتهم صفر، فساين ثيتا صفر شنو؟ صفر مثل ما شفناها بالبي دي اف مالتنا. فاذا بهذا احنا الزاويه ما بين العمود المقام على الملف والخطوط المجال المغناطيسي صفر، اذا يم اف صفر، ولهذا شو يقول لي؟ لا يوجد تغير بخطوط الفيض المغناطيسي على الملف، ليش؟ لانه خطوط الفيض المغناطيسي هي عموديه على الملف، والعمود المقام على الملف هو موازي لخطوط المجال المغناطيسي، اللي الزاويه تكون ما بين خطوط الفيض المغناطيسي والعمود المقام على الملف صفر، يعني ساين حسب ما شفنا بالقانون بما انه صفر اخذ هذا الصفر اقول ساين ثيتا صفر، ساين الصفر صفر في كميه في لهذا الاي ام اف صفر، لانه لا يوجد تغير ولهذا لان لا يوجد تغير في خطوط الفيض المغناطيسي، ولهذا فان الاي ام اف صفر. ليش الاي ام اف صفر؟ او لا يوجد لانه لا يوجد تغير بخطوط الفيض المغناطيسي، ولان هذا السل او هذا الملف هو عمودي على خطوط الفيض المغناطيسي، ملف عمودي ولكن العمود المقام عليه موازي لخطوط المجال المغناطيسي. نمسحها ونكمل مالتنا الشرح. ركز هنا اذا يعني اذا لا يوجد تغيير بخطوط الفيض المغناطيسي، لو تلاحظ هاي الحركه، ركز هذا رسم بياني ما بين القوة الدافعة المغناطيسية المحتثة بالملف هذا يعني ملف الملف هذا الدوار، وما بين التايم هذا التايم صفر، طبعا التايم صفر. ركز شوف هنا بدا يتحرك، هنا ايش بي؟ هنا عندنا صفر لحد الان، هنا اي ام اف صفر، ليش صفر اي ام اف؟ هاي هسه تلاحظ هنا صفر اي ام اف، هنا صفر لانه ما عندنا تغير بخطوط الفيض بخطوط المجال المغناطيسي، ولان العمود المقام على الملف هو موازي لخطوط المجال المغناطيسي، بالتالي الزاويه صفر باذن ساين ثيتا صفر، ولهذا اي ام اف تكون صفر. فلو تلاحظ اي ام اف صفر راح يبدي هذا الاشاره بالاحمر، تلاحظ هاي الاشاره الحمراء معناها الاي ام اف صفر بهالوضعيه مال عمود الملف، فبدا يتحرك الملف وبدا عدي تصعد من هي
قوة الدافع الكهربائية بدأت تنمو وتنشأ قوة دافع كهربائية. هاي قوة الدافع الكهربائية تكون عند أقصى قيمة لها، وين؟ عندما يكون الملف هاي أقصى قيمة لها. تلاحظ هنا، شوف شلون هنا هاي أحد أشعة عندنا بالأحمر، أعلى أو أقصى قيمة لقوة الدافع الكهربائية عندما يكون الملف هذا موازي لخطوط المجال المغناطيسي. عندما يكون الملف موازي لخطوط المجال المغناطيسي بهذا راح تكون عندي أقصى قيمة للقوة الدافع الكهربائية، اللي هي راح تكون أقصى قيمة للقوة الدافع الكهربائية اللي هي هنا بهذا الشكل اللي عندنا، تحت هذه العلامة الحمراء أقصى قيمة. وأيضا بهاي الحالة راح تكون عندي العمود المقاوم على الملف، اللي هو هذا العمود المقاوم على الملف، راح يكون الزاوية ما بين خطوط المجال المغناطيسي هذا الأزرق وما بين العمود المقاوم على الملف جد 90. فإذا لهذا السبب كانت أعلى قيمة لقوة الدافع الكهربائية تكون وين؟ عندما يكون الملف هو موازي لخطوط المجال المغناطيسي، والعمود المقاوم على الملف هو مع خطوط المجال المغناطيسي تكون الزاوية بيناتهم 90. ولهذا فإن الزاوية 90 ساين 90 واحد، ففيها الكمية نفس الكمية، فإذا تكون الـ EMF max أقصى قيمة أو أقصى مقدار للقوة الدافع الكهربائية اللي هي هاي تقريبا بالـ NBAW. طبعا أي عدد لفات ملف، الفيض المغناطيسي بي، والأي هي مساحة السلك مال الملف الدوار، والدبليو هي سرعة الزاوية كما نعلم. إذا نرجع لموضوعنا بعد ما امسحها طبعا نكمل مالتنا الموضوع. انه لو تلاحظ بيبدا الملف من الاي بي، الاي بي راح يدم مثل ما عرفنا انه هنا ركز شو شلون بدا هنا اقصى قيمه عندما كان الملف موازي لخطوط المجال المغناطيسي، ولكن العمود المقام على الملف يكون هو يصنع لي زاوية مع خطوط المجال المغناطيسي مقدارها 90 فساين 90 واحد، بالتالي احصل على أقصى قيمة للقوة الدافع الكهربائية، وبالتالي من جتنا هاي أقصى قيمة للقوة الدافع الكهربائية؟ جتنا من أقصى تغير بالفيض المغناطيسي، لو تلاحظ هنا هاي العلامة الحمراء راح تطلع لي لانها انه انا عندي اقصى قيمه للقوه الدافعه الكهربائيه، اي اقصى تغير للقوه الفيض المغناطيسي. يبدي يتحرك ايضا المغناطيس نصف دوره، كل نصف دوره قلنا يتغير اتجاه التيار. نصف الدوره الاولى على ما ينزل لجوه الاي بي سي يكون كمل لي نصف دوره، لو تلاحظ بدا كمل لي نصف دوره، بالتالي كمل لي نصف دوره وعد نصف الدوره، جد كانت قيمه القوه الدافعه الكهربائيه عند الزمن تي على 2، كانت قيمة قوة الدافع الكهربائية صفر، صحيح صفر. ليش؟ لأنه هذا الملف كان هو عمودي على خطوط المجال المغناطيسي، وبالتالي عمود المقام هو موازي لأرتقيم عمود عليه، فهو موازي لخطوط المجال المغناطيسي، العمود المقام على الملف موازي، فإذا ساين تي عن الزاوية صفر، فساين الصفر صفر، وبالتالي حصلنا على EMF صفر مثل ما تشوف هنا. EMF هنا صفر، ليش؟ لأنه هنا صفر، لأنه مقدار صفر، هنا أكو قيمة، بس هنا الزاوية جيت تعتبر زاوية صفر الموجودة هنا، الزاوية مالتنا تعتبر زاوية صفر. ليش؟ لأنه الملف هو يكون عمودي على خطوط المجال المغناطيسي، والعمود المقام والموازي لخطوط على الملف، والعمود المقام والموازي لخطوط المجال المغناطيسي يكون الزاويه بيناتهم صفر، لهذا تكون الاي ام اف قوه الدافع الكهربائي صفر. اذا هاي نصف دوره، نصف الدوره الثانيه الدي سي راح ينزل جوا، فبالدي سي نصف قلنا احنا كل نصف دوره للملف فان التيار يتغير اتجاهه،
التيار يتغير اتجاه، راح يتغير اتجاه التيار وينزل وين؟ لجوا. كان لفوق راح ينزل بالسالب، يتغير اتجاه التيار بالاتجاه السالب. تلاحظ هاي الحركة مال الملف، بدأ يتغير اتجاه التيار الكهربائي، ينزل لجوا، وبدأ أقصى قيمة لقوة الدفع الكهربائية عندما كان الملف طبعا بالاتجاه السالب، عندما كان الملف موازي لخطوط المجال المغناطيسي، وقوة الدفع الكهربائية هي طبعا أقصى ما يمكن، راح تكون بعد حالة أقصى ما يمكن القوة، وأقصى ما يمكن بتغير، وأقصى ما يمكن طبعا بتغير خطوط الفيض المغناطيسي هنا عند هاي اللحظة. زين، الملف هو موازي لخطوط المجال المغناطيسي، والعمود المقام على الملف هو يكون يصنع لي زاوية 90 درجة مع منه، مع الخط هذا الأزرق يصنع لي زاوية 90 درجة، إذا 90 واحد، لهذا أحصل على أقصى قيمة لقوة الدفع الكهربائية بالاتجاه السالب، طبعا بالاتجاه الثاني لاتجاه التيار، لأنه كل نصف دورة قلنا احنا يتغير اتجاه التيار. ركز يعني، بداية يصعد، بعدين هذا التيار يقل، راح يقل التيار، تلاحظ شو راح يوصل للصفر، تلاحظ راح يصير عمودي، راح يصير للصفر، راح يصير عمودي، راح يصير للصفر، اذا صار وصل للصفر، بالتالي خطوط المجال المغناطيسي راح تكون هي عبارة عن خطوط المجال المغناطيسي راح تكون عمودية على الملف، خطوط المجال المغناطيسي راح تكون عمودية على الملف، تكون عمودية على الملف، عمود المقام على الملف موازي خطوط المجال المغناطيسي عند زاوية صفر، فإن معناها قوة الدفع الكهربائية تكون صفر عند هاي اللحظة اللي يكون بها ملف عمودي على خطوط المجال المغناطيسي. إذا بهذا الحالة احنا كملنا يعني أهم شرح بهذا الموضوع مال قوة الدفع الكهربائية. تعلمنا من هذا العرض أنه احنا المولد الكهربائي جهاز يعمل عن طريق الطاقة الميكانيكية الكهربائية، وإذا يعتمد تولد الكهرباء المولد الكهربائي على مبدأ الحث الكهرومغناطيسي، ويتكون المولد الكهربائي من ملف مثبت على محور الدوران وصل مجال مغناطيسي دائم موصل طرفي ناقتين معدنيتين. إذا هذا كل شيء، إذا بهذا الموضوع مالتنا، إذا ردنا نكمل مالتنا الشرح عن الأي سي جنريتر، إذا الجزء الثاني هو عبارة عن راح يكون الأي سي جنريتر اللي هو قلنا عليه، راح تصير الفكرة واضحة من خلال هذا إن شاء الله الشرح اللي هسه راح أشرح لك جاي، وفك عيونك رجاء. بعد هنا ركز وياي، هنا عندنا الاي سي جنريتر اللي هو عباره عن قلنا يتكون من سابقا قلنا تيار يمر في ملف، الملف او في سلك يتولد حول هذا السلك مجال مغناطيسي. ما هو الجنريتر؟ الجنريتر هو اله تحول الطاقه الميكانيكيه الى الكتريكال انرجي، طاقه كهربائيه، واللي تعمل وفق مبدا من فراداي لو، ومن مبدا فراداي، قانون فراداي للقوه الدافعه الكهربائيه، القوه الكهرومغناطيسيه، فمن فراداي اللي هو واللي خاص بالحث الكهرومغناطيسي، اللي مختص بالحث الكهرومغناطيسي، فراداي ولينز، الذي يعتمد على الاوتبوت الذي يعتمد والذي مؤسس على اساس يعني الاوتبوت اللي يعني يسوي لي يعني هذا فراداي، يقصد منه يقصد قوة دافع كهربائي المحتفظة في ملف مثل ما من ساعة شفناه، ويصنف هو الجنريتر. اذا الجنريتر بشكل عام ينقسم الى قسمين، الاي سي جنريتر، يعني الاي سي جنريتر واللي نقصد به من هو نقصد به المولدات مال البيت، مال الشارع، مال الوطني، الوطني هم بمولدات ضخمات في مناطق بعيدة ترسل لي الطاقة الكهربائية، فإذا ها نقصد به الأسي جنريتر، الكهرباء نحصلها من مولدة البيت ومن مولدة الشارع ومن مولدة الوطني. الدي سي جنريتر هو المولدات اللي يعني تولد التيار الكهربائي متناوب مال البيت ومال الشارع ومال الوطني. المولدات اللي تولد التيار مستمر اللي هي من هي؟ مال البايسكل اللي شايفيها لا شايفيها، حطها البايسكل مقدمة المصباح يولد تيار مستمر. وايضا مولدات السياره الداينامو من اللي هي تولد لي تشعل المصابيح، تشعل لي المصابيح السياره، تشعل لي كل شيء بالسياره من يعني من اشياء اخرى.
يعني مثلا مال تسير السيارة. فالدي سي جنريتر هي عبارة عن الدينامو الموجودة بالبايسكل اللي شايفه عادة ما موجودة بالبايسكلات وأيضا موجودة في السيارة الدينامو السيارة. إذا الأي سي جنريتر أو الإنترنيتر، إذا إما نسميه أي سي جنريتر أو الترنيتر أو الترنيتر لأنه متناوب، هو أيضا يعرف بأنه الترنيتر هو ماشين لتحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية. ذا جنريتر إلكتريكال إنرجي، الطاقة الكهربائية المتولدة بشكل ترنيتنج كرنت، سانسويدال يعني بشكل موجة كهربائية خارجية. إذا هذا معناه يولد لي، يعني يقول يولد لي تيار كهربائي بشكل موجة جيبية، يولد لي تيار كهربائي أو فولتية كهربائية بشكل موجة جيبية، هذا اللي يقصد به. إذا طبعا يقول إحنا نقدر نحرك هذا الجنريتر مثل ما مستعشفنا، يقول حركة حركة بال يقول حركة بال إما باليد، يعني هيك حركة يعني باليد تفر بيدك مثل ما استعشفنا بالفيديو، او انا اجيب له محرك احط له بنزين، ها عيني محرك احط له بنزين او احط له غاز واقول له اشتغل يا محرك، احط له باتري وشغل هذا المحرك، وهذا المحرك راح يفر لي الجنريتر وهذا الجنريتر يعطيني كهرباء هيجي. فيقول لي هنا أنا شوف لو تلاحظ يقول لي انه ذا ميكانيكال انرجي، الطاقه الميكانيكيه از سبلاي تجهز باي ستيم. هنا بالمحطات مال الكهرباء عادة مولدات ضخمة نحطها، نجيب ستيم بخار ماي بخرة ونضغطه ويصير بخار كلش قوي حار، يفر لي مثل الريش، هاي الريش تفر لي بها شفت مرتبطة بالمولد، تفر لي المولدة وحصل على الكهرباء. يعني شلون كان تفر بيدك كأنه محرك كهرباء يحط له بنزين يشتغل وبالتالي يفر الجنريتر، المهم فد شي يفر الجنريتر يحصل لي كهرباء. الاي سي جنريتر يعمل على مبدأ قلنا فرادالو للالكترومغنتيك اندكشن على الحث الكهرومغناطيسي، والذي ايضا يوضح لي القوة الدافعة الكهربائية الكتروموتيف فورس اور فولتج اللي هي الفولتية، هاي تعتبر قوة دافعة كهربائية والمتولدة، وبالتالي يولد لي تيار يحمل لي محمول في موصل الذي يقطع لي بخطوط الفيض المغناطيسي. اذا مثل ما قلنا هو هذا الجنريتر عبارة عن ملف موجود، هو ملف مثل ما استعرضنا بالفيديو، هذا الملف يفتر داخل فيض مغناطيسي يقطع خطوط الفيض المغناطيسي من قطع، يولد لي فولتية محدثة، تيار محدث او اي ام اف محدثة، قوة دافعة كهربائية محدثة. هنا يقول لي يعني التنسيق المفضل اللي حتى نحفظ الكويل ثابت، تمام. هنا بس نقرا هاي ذا جنريتد اي ام اف تعتمد على من يعني قوة الدافع الكهربائي المحدثة، يعني قوتها تعتمد على من، لو ركز وياي جنريتد اي ام اف قوة الدافع الكهربائي المحدثة المتولدة بالملف اللي شفناه من ساعة بالصورة الذهبي هذا اللي موجود داخل اللي يفتر، يعتمد على تعتمد قوة هاي قوة الدافع الكهربائي على عدد على عدد اللفات اوف ذا ارميتشر، ارميتشر نقصد بالملف الذهبي هذا اللي شفناه بالصورة الفيديو، يعتمد على عدد لفات او في ارميتشر كويل تيرنز، يعتمد على عدد لفات ملفات الملف الارميتشر الكويل هذا الذهبي اللي يفتر ايش كم لفه بي من الوايرات، ويعتمد على الماجنتيك فيلد المجال المغناطيسي على مقدار قوه المجال المغناطيسي، كلما كان قوي راح يكون عندنا قوه دافعه كهربائيه اقوى، وايضا على سرعه الروتيتنج فيلد وعلى سرعه المجال الدوار وعلى سرعه الروتيتنج فيلد على سرعه المجال الدوار اللي يدور يعني او اللي يشتري منه بالمغناطيس سرعته. هنا قلنا هاي هي الام اف والقانون اللي طبقناه حرفيا، انه عندي ان عدد اللفات وفي الفيض في المساحه في السرعه الزاويه في ساين ثيتا، وعرفنا شلون نطبقه. هذا جبته انا حتى ادخل العلم، خاف يجي عليه سؤال شيء احنا يعني متحضرين له، فاجبته حتى تفهموه، واحتمال اذا يجي عليه سؤال تفهو. هنا المولت اللي بشكل صوره هاي اللي هي يعني وضح لي يعني جزء من الاي سي جنريتر، يوضح لي الاي سي جنريتر لو تلاحظ هنا هذا اللي هو ملف، هذا الملف اعطيه كهرباء، اعطيه كهرباء هذا الملف طبعا، وهذا الملف لما اعطيه كهرباء او اعطيه طاقه راح يولد لي بيه مجال مغناطيسي، راح يصير لي بيه مجال مغناطيسي
هذا المجال المغناطيسي راح يمشي بهذا الملف القلب الحديدي، فيسوي لي هذا القلب الحديدي، ها يسوي لي شنو مغناطيس، فصار عندي مغناطيس. يعني المغناطيس ملف مو دائم، مغناطيس دائمي بيرمننت، لا مغناطيس بشكل ملف يعني مؤقت، يعني قلب حديدي كأنه ملف صار عندي مغناطيس، يمر بتيار صار عندي مغناطيس. هذا الارميتشر اللي هي هاي مالات النهاية جوا، هذا هو الارميتشر جوا، هذا الارميتشر اللي هو هذا الشكل دوار، هذا ارميتشر، وهذا هو الشفت دوار. طبعا هذا السليبرينج اللي شفناه قبل شويه، الحلقات اللي وصلا الملف بالدائره الخارجيه، وهاي الفحمات ذني اللي مسحناها بالفيديو، الفحمات اللي وصلا ايضا قلنا ينقل الطاقه الكهربائيه من الحلقات الى الدائره الخارجيه، شو شنو مصباح ثلاجه شو شنو زين، اللي هي براش يسموها، وهذا الروتر اللي هو قلنا عليه شنو جزء الدوار. طبعا هذا الستر اللي هو جزء ثابت، اللي هو قلنا عليه المغناطيس اللي هو جزء ثابت، هو هذا الستر كانه هذا يعتبر مكان مغناطيس اللي هو فعلا ان و اس بي. وهنا عندي الملف الاثاره اللي هو فيلد اكسايتيشن، اكسايتيشن فيلد او فيلد اكسايتيشن، اذا هو دي الاوتبوت قلنا. فاذا المكونات الرئيسيه للاي جنريتر تتكون من الفيلد اللي قلنا عليه، هذا الفيلد اللي ذني هذا الاس والان، وايضا يتكون لي من الارميتشر اللي قلنا عليه، هذا الارميتشر، هذا الارميتشر بالضبط، هذا الارميتشر زين، اللي هو عباره عن ملف اللي قلنا عليه ذهبي مستعب بالصوره شفناه، والبرايم موفر اللي هو هذا البرايم موفر، الشيفت اللي اني الزمه او احط بيه مولده او احط بيه محرك او اني بيدي افره حتى احصل على الكهرباء، مو راح يفر، راح يقطع لي خطوط الفيض المغناطيسي، بالتالي حصل على شنو؟ حصل على الكهرباء. والروتر اللي هو كله هذا عباره عن روتر، الارميتشر ويا الشيفت الروتر كله ستيتر، وهذا عباره عن ستيتر، هذا كله ستيتر في جزء ثابت، يعني ستيتر جزء ثابت زين. وسليب رينج ذني، السليب رينج ذني اللي فرشاد مستعش منها بالصوره، السليب رينج وهكذا. اذا اذا نريد نكمل بالفيلد، شرحنا الفيلد طبعا كون قلنا عليه، الفيلد يتكون لي من الكوندكتور ريسيف، تكون المجال المغناطيسي من شنو؟ من الموصلات التي تستلم الفولتيه. اذا ذني موصلات اللي تستلم الفولتيه ذني، يقول هذا الفيلد، هذا الفيلد اللي هو الان والاس، تكون لي من الموصلات، هاي الموصلات اللي هي تستلم الفولتيه منها، من هذا البطاريات تجي على الاسلاك، الاسلاك تجي الفولتيه، لان التيار متغير، فراح يصير عندي الفولتيه متغير، التيار متغير، راح عندي المجال المغناطيسي متغير ايضا، ويمشي وين؟ هنا بهذا القلب الحديدي، يكون لي مغناطيس ويفتر به هذا الروتر، يسوي لي شنو؟ مجال مغناطيسي، يسوي لي مولد كهربائي. فاذا بهذا، لهذا يقول هو يعتبر اذا ذا ماجنتيك فلكس، الفيض المغناطيسي بالمجال، هو يقطع لي الارميشر، او الارميشر يقطع خطوط الفيض المغناطيسي، بالتالي يولد لي قوه دافع كهربائي مثل الارميشر، والبرايم موفر شرحناها، والراوتر والستيتر والسليب رينج ايضا يعني طلعوا عليهن، انا شرحتهم بشكل سريع. ومبدا العمل مال تعرفنا انه هذا الفيض المغناطيسي هو راح الملف راح يقطع لي خطوط الفيض المغناطيسي، وبالتالي يولد لي فولتي مثلث، اقراها بدقه، منها احتمال تجيكم اسئله. ايضا الفوائد، الفوائد الفوائد الاي سي جنريتر، انه الاي سي جنريتر بالامكان انه بالامكان الاي سي جنريتر كان بي ايزلي ستيبت، انه بالامكان انه يعني يرفع، بالامكان انه يسوي لي يعني خلال المحوله، بالامكان يشتغل لي اللي يسوي لي ستيب داون، يعني من خلاله اذا ولد التيار راح اقدر هذا التيار. فوائدها، فوائد الاي سي جنريتر يعني من خلال هذا التيار اقدر انا شو اسوي؟ اقدر انه يعني انا مو ولدت التيار الكهربائي، هذا التيار الكهربائي شنو فائدته؟ احنا ليش رحنا للاي سي جنريتر؟ حتى اقلل من الخسائر. ليش؟ لانه يعني الاي سي جنريتر من فوائده انه هو عندما يعني نخلي محوله رافعه للفولتيه، ليش؟ لانه اذا خليت محوله رافعه للفولتيه راح يعني حتى خليها ليش خلي ارفع الفولتيه؟ لان راح نمشي لمسافات طويله،
بالتالي راح يكون التيار اللي راح يمشي راح يكون قليل، من راح يكون تيار قليل انا عندي مقاومة، من ارفع فولتية اني راح يقل التيار لان علاقة عكسية ما بين التيار والفولتية، زين عفوا انا مقاومة، فمن يقل التيار الاي سكوير في ار، مو الاي سكوير في ار قلت يعني اي تربيع في ار بتقل، فراح تقل عندي الاستهلاك للطاقة وراح تقل عندي استهلاك التيار، لهذا راح نخلي ستيب داون اند ستيب ستيب اب اند ستيب داون، يعني محولة رافعة للفولتية، وبعدين من نوصل لمناطق التوزيع البيوت يمنا اسوي محولة خافضة للفولتية حتى يجينا تيار عالي اقدر استهلكه بالبيوت. هنا ترانسفورمر لينك، هنا لو نلاحظ خسائر قليلة بالنسبة للدي سي، هنا ترانسفورمر لينك سايز حجم حجم النقل، حجم ربط النقل يكون انحف بسبب انه ستيب اب فيوتشر. زين لوسز ار ريليتيفلي ليزر يعني اقل، خسائر هي نسبيا اقل من دي سي ماشين، الخسائر هي نسبيا اقل من الدي سي ماشين، يعني اكو خسائر عندنا بالاي سي جنريتر ولكن ريليتيفلي نسبيا اقل بالنسبة الى اقل، يعني اذا قارنها مع الدي سي هي اقل، ولا لو تجي لها بالاي سي جنريتر يعني عندي خسائر. حجم الاي سي جنريتر هو يكون نسبيا سمولر ذان دي سي جنريتر، اذا حجم الاي سي جنريتر حجم مولدات الاي سي يكون نسبيا اقل ايضا نسبيا، يعني يمكن كبيرة تعتبر حجم احجام مولدات الاي سي جنريتر، ولكن بالمقارنة مع الدي سي جنريتر هي تكون اقل حجم الاي سي جنريتر. هذا كل شيء، نناكم توفيق ونجاح، مع السلامة.